الشبكة البنكية الأفريقية جيدة مع خارج أفريقيا، غير جيدة مع الدول الأفريقية، لماذا؟ اهلا بيك يا استاذ احمد وبالساده المشاهدين وضيفك الكريم. يمكن الجزئيه اللي سمعتها، احنا فعلا في معضلات كثيره في البنيه التحتيه الافريقيه، لكن ده ما بيمنعش حجم التبادل التجاري مع الدول الافريقيه وبقيه دول العالم اكبر من التجاره البينيه. فانا يعني انا شايف الخطوات اللي بتتم حاليا، الخطوة النظام المدفوعات والتسوية الأفريقي، احنا عندنا 42 عملة أفريقية. بالنظام ده احنا هنقدر 9 دول اوريدي في النظام، ويمكن البنك المركزي المصري في نقاشات حاليا ان هو يبقى من بقية الدول اللي هي هتوصل ان شاء الله على التوقيع، يبقوا 20 دولة، من 15 ل 20 دولة في النصف الثاني من 2023. أنا بعتقد إن دي هتمثل خطوة هامة، وخطوة تقدر تبقى في امبروفمنت أو يعني تقدم طبيعي للتجارة ما بين أفريقيا. زي ما ضيفك الكريم قال، الدول الأفريقية بتصدر يمكن أكثر من 65% من صادراتها مواد خام، أو 68%، بس ده ما يمنعش إن إحنا في توطين للصناعة. النهاردة احنا يمكن مصر عملت يعني خطوة رائدة في البنية التحتية. يمكن القيادة السياسية وسيادة الرئيس دايما بيقول ان مصر عندها الاستعداد ان هي تنقل تجربتها الرائدة في البنية التحتية لدول القارة. نتكلم على 60 ل 80 مليار دولار سنويا مشاريع في البنية التحتية. ما زال أنا عندي الأمل في أفريقيا، وما زال عندي الأمل إن في مصر بدورها الرائد، بالتاريخ، بموقعها المتميز، والدول الأفريقية طبعا كتير، سواء في شمال أفريقيا والمثال المغربي يمكن في صناعة السيارات مثال يحتذى به، وفي جنوب أفريقيا نقدر سواء شمال أو غرب أو جنوب أفريقيا نشتغل مع بعض مع تحسن البنية التحتية. هو طبعا نقل التجارب الأفريقية أفريقيا شيء مهم جدا مهندس حسين، لكن اسمح لي، أنه في إطار البنية التحتية التجارية هناك خطوط ملاحية تجارية أفريقية كثيرة مقطوعة أو غير مفعلة بشكل كبير، أو ربما تستهلك وقتا وبالتالي تكلفة كبيرة لنقل البضائع أفريقيا. بالتالي هذا أمر يجب البدء في تطويره، وخاصة أن معظم الدول الأفريقية حبيسة، فبالتالي لابد من طرق ربما تنقل البضائع من الدولة الحبيسة إلى دولة بحرية، إلى خط ملاحي يشتغل بشكل ديناميكي أو فعال بشكل أكبر، فبالتالي من هنا يبدأ الازدهار. كلام حضرتك مظبوط يا أستاذ أحمد، ويمكن عندنا فعلا دول حبيسة في أفريقيا. يمكن أنا في بعض الصادرات، ومش هذكر بلاد، لما بتطلع من مصر يمكن بالذات غرب افريقيا لازم تمر على اوروبا. ما فيش سبب يمنع من ان يبقى في خطوط مباشره ما بين مصر والبلاد الافريقيه دهيا. الاراده مهمه جدا، لازم يبقى في تعاون اكتر، لازم يبقى في قاعده بيانات وهي بتتحسن، ان يبقى انا عارف المستورد في غرب افريقيا عارف ان المنتج المصري موجود. يمكن عايز اذكر 3 امثله. مصر في الصناعات الكهربائيه والالكترونيه والصناعات الاسمده وصناعه البلاستيك، لو بصينا على ارقام الصادرات المصريه، ما بتكلمش على افريقيا عموما، وصلت 2.7 مليار دولار لكل من دول، بنتكلم على 8 ل 9 مليار دولار. فلو خدت انا الصناعات دي كمثال، ودول افريقيا محتاجاها، اللي حضرتك قلته البنية التحتية، نسمع كتير عن طريق القاهرة كيب تاون. يمكن مصر على آخر السنة الجاية هتخلص الجزء المطلوب منها، يمكن في بعض الدول لسه محتاجة تعمل البنية التحتية، بس أنا مش عايز الحاجات دي تكون عائق، لازم يكون في الإرادة. احنا عندنا سوق كبير، عندنا 1.3 مليار نسمة، عندنا معدل أعمار الشباب في أفريقيا يعني قوة عاملة مؤهلة إن هي
تقدر تتغلب على الصعوبات دي. وسوق استهلاكي واسع جدا ومستوى أعمار هو في سن الشباب، وكلها محفزات تجارية كثيرة جدا تقول إن القارة الأفريقية قارة ما زالت بكر. على أي حال أشكرك ضيفنا من القاهرة المهندس حسين الغزاوي الخبير في الشؤون الأفريقية، كما أشكر ضيفنا من الدار البيضاء الدكتور بدر الزاهر أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد في جامعة الحسن الثاني. شكرا جزيلا لكما.